بتحب الألغاز؟ أيوه. أقول لك لغز دحين ولا لا؟ بدك تقلي لغز؟ أيوه. بدك تقلي أو بدك تسألني عن لغز؟ لا بدي أقول لك. شو اللغز؟ دولة إذا حذفت منها حرفين أصبح اسم مشروب. دولة إذا حذفت عليها اسمين إذا حذفت منها حرفين أصبح اسم مشروب. تلميح. إذا لما احتلت حديبة على طول. ما حقول التلميح. حاول أنت تعرف. جيب دول كده من حول العالم. لبنان. كيف؟ آه. كيف؟ طب قول لي في البداية كيف؟ لبنان حذفت لام ايوه ونون بالاخر بتصير بنا مشروب والبنا هو مشروب لا مشروب يعني معروف مشروب لبنان كيف؟ لبنان بتشيل أيوة. حرفين بصير لبن صح إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.